الصوفية. قال ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: لم تكن في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر تابع التابعين، لم تكن في القرون المفضلة، بل جاءت بعد ذلك. قال رحمه الله: ولم تكن معروفة عندهم، وليسوا منسوبين إلى أهل الصفة الذين هم فقراء الصحابة، ليسوا منسوبين إليهم، لأنه لو نسب هؤلاء إلى أهل الصفة كما قال رحمه الله لقيل صفي، ولو نسبوا إلى الصف المقدم بين يدي الله لقيل صفي، ولو نسبوا إلى أنهم صفوة الله من خلقه لقيل صفوي، وليسوا منسوبين إلى قبيلة كانت بالجاهلية تسمى بصوفة ابن مرد، لأن هذه القبيلة ليست مشتهرة. إذن هؤلاء ينسبون إلى ماذا؟ ينسبون إلى أنهم كانوا يلبسون الصوف وكانوا يبالغون في العبادة والخوف مبالغة شديدة، ولذلك كما قال رحمه الله خرجوا من البصرة، فلما خرجوا فإنهم انعزلوا عن الدنيا وبالغوا في العزلة عنها إلى درجة أن الصحابة رضي الله عنهم كأسماء وابن الزبير وابن سيرين وغيرهم أنكروا عليهم، إما لأنهم رأوا أنهم قد تكلفوا في هذا الأمر تكلفا عظيما، أو أنهم قد أتوا ببدع. ولذلك فإنهم إذا سمعوا القرآن فإنهم إما أن يصعقوا صعق غشي أو صعق موت، وهذا لا يمدح، كما قال رحمه الله: فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أعظم الناس إيمانا، ومع ذلك كانت قلوبهم قوية لما يأتي القرآن على قلوبهم، فوصفهم الله عز وجل بوجل القلوب وبدمع العيون وبقشعريرة البدن. ثم ليعلم أن هذه الصوفية لما خرجت في أول أمرها خرجت كما أسلفت لكم، وهذا هو أصل التصوف، هذا هو أصل التصوف، كحال الحارث المحاسبي وحال الجنيد ابن محمد وغير هؤلاء. هؤلاء اجتهدوا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. دخل من ضمن هؤلاء أهل الأهواء والزنادقة كالحلاج وغيره. ثم قال: تشعبت الصوفية تشعبا عظيما. إذن هذا هو أصل التصوف، ولا يمدح ولا يثنى عليه، فحال الصحابة رضي الله عنهم أكمل من حال هؤلاء، وما أحسن ما قاله أبو زرعة كما في تلبيس إبليس لابن الجوزي رحمه الله، أنه سئل عن المحاسبي وكتبه، فقال أبو زرعة رحمه الله قال: إياك وهذه الكتب وما فيها من بدع وضلالات، عليك بالأثر يعني بالدليل، فإنه يغنيك عما سواه. قالوا: إن بها عبرة. فقال رحمه الله وما أجمل ما قال، قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. ثم قال: أمالك ابن أنس والثوري والأوزاعي ألفوا في مثل هذه الخطرات؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، يأتون مرة بالحارث المحاسبي ومرة بحاتم الأصم. قال: وما أسرع الناس إلى البدع. انتهى كلامه رحمه الله.